بابا خطيب؟ ايه زين. لو تروح للوالدة تاكل؟ لا لا زين الحمد لله. ما ابي مقاصر الوالدة وهي ما مقاصر ان شاء الله. اطيب اكلة تسويها؟ اكيد الوالدة. لا هسه انت قدامها وتقول لها الوالدة؟ لا احكيك صراحة. تمدحها شوية. لا زين يعني بس يعني تعرفين الوالدة الخير والبركة يعني. اكيد. اي نعم. زين اطيب اكلة تسويها ام ادم تحبها؟ هسه تطلع ولا اكلة؟ لا لا البرياني والله حيل طيب. برياني؟ اي والله. ومن الوالدة شنو؟ دول من الوالدة. بس انت سمعت ايش قالت لك بس البرياني؟ يعني اكو اكلات تسويها زينه بس البرياني يعني زين. هذا هو بعد قلتش. الحمد لله. هسه زين طلعت الاكله وحده. زين والكبه مال موصل هي صعبه؟ لا طيبه. تعلمت اسويها. صعبه مو صح؟ لا ليش؟ بالعكس سهله. يقولون لها بهارات خاصه وطريقه لف خاصه. هي شوفي كل منو نفسيتها بالاكل. أي. كل بيت له طريقة يعني اكو كبة صغيرة اكو كبيرة يسوونها عدة انواع. اي عدة انواع بي. زين سؤال لغز شنو تريدون؟ والله بكيفك انت بكيفك نسألها هي باعتبار انه هي الحكومة. لا مو؟ ها والله كيفك انت بعد؟ لا لا ادم دا يطردني. ليش حبيبي ليش؟ أدومي شنو هاي الأطفال إذا ما يحبون واحد الموضوع يخوف. أم آدم. نعم. حنطيك لغز. بلي. ماشي. ماشي. نوع من أنواع العقارب بس ما يلدغ شنو هو؟ نوع من أنواع العقارب بس ما يلدغ. أي شنو هو؟ كن عقرب المي ما يلدغ. لا إجابة خاطئة. ها أم آدم. ما أعرف الصراحة كل عقارب تلدغ يعني. كل عقارب تلدغ بس لا هو لغز نوع من أنواع العقارب يعني برج العقارب ما يلدغ شنو هو؟ العقارب ما يلدغ ما مارتنا السؤال هذا. ماكو؟ ما أعرف. لغز ثاني نروح؟ يلا لغز ثاني. زين اكو فتشي يدخل من خلال الزجاج بس ما يكسره شنو هو؟ يدخل من خلال الزجاج وما يكسره؟ اي ها ام ادم اسالها اخذ رايها. من خلال الزجاج يدخل بس ما يكسر الزجاج. اي شنو هو؟ لا مو المي. ضوء. كيفكم؟ ضوء يدخل يعني ضوي. متأكدين؟ اي فوت الضوء بس ما يكسر الزجاج. اجابتكم صحيحه فزتوا ويانا بجائزه مقدمه من قناه الفرات الفضائيه تتهنون بيها وادم. شكرا جزيلا. صار يبكي ترى بابا ما فازوا بجائزه ليش بدك تبكي؟ اللي طلب بها مجال هاي المميه جابها ام الكادر. لا لا الظاهر الكادر له يد بالبيتي هذا. هي طلب يمكم يعني الكادر. اي نعم. تضيفونا بالبيت اليوم. لا. نقومكم بالواجب يعني ابسط شيء. والله هذا كلامكم كلش كافي حبيبتي. يعني. فدوى العين. فابسط شيء نقدم لكم اياه تشرفونا للبيت. ما تقصرون كلش اشكركم. والله العظيم انتم قطارنا. جايين على راسي والله. اكيد اني اتشرف انه نجي. والله تشرفنا بيكم احنا واتمنى تضيفونا والله الكادر كامل ان شاء الله ونقوم بابسط شيء. بيتكم عامر. والله العظيم. والله يحفظكم. على راسي انتم بين اهلكم وبين ناسكم ان شاء الله. هاي بعد مدينتكم ان شاء الله. نتشرف. على راسي والله على راسي. شكرا جزيلا. شكرا حبيبتي. حبيبتي باي باي. ادومي باي باي.